تقيمون الصناعة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية منذ نهاية سنة 2019 إلى غاية يعني الوقت الحالي، يعني خلال أزمة كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله إذا حبينا نقيم شعبة صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، هذا الشعبة تعيش يعني تعيش مرحلة ضغط كبيرة، يعني منذ أواخر 2017 إلى يومنا هذا، وهذا الضغط يعني راه يزيد يوم بعد يوم وسنة بعد سنة. ما يخفاش عليكم باللي في الحكومات السابقة كانت هذه الشعبة كانت محل استهداف، وشفنا هذا الاستهداف عن طريق القوانين اللي كانت تخص الشعبة، من بينها قانون اللي نص على ضريبة النجاعة الطاقوية اللي أثر كثير على الشعبة. من بعدها جاء قانون اللي قامت به لاسوسياسيون دي بونك دي زيتابليسمون فينونسي، اللي هو ينص أنه الاستيراد لكيت سيكادي يتم عن طريق ان ديفيري دو بايمون دو 9 موا، 9 اشهر يعني ما يخفاش عليك كان فيها انزلاق الدينار، يعني كان انزلاق حاد للدينار، بحيث ان الخساره يعني كانت قويه وكانت يعني كانت عميقه بشده قويه كثير. من بعد ظهرت حكايه يعني السيكادي ولي زاغريمون سيكادي اللي يسمى وزاره الصناعه ما كانتش تمدهم، وكانت باش تمدهم والله تقول لهم. ومن بعد ظهر الكايت شارج جديد لدفتر الشروط اللي قاعدين نستناو فيه منذ بدايه عام 2020، وللاسف يعني مازال ما خدش هذا الكايت شارج. هذه اثرت كثير على الشعبه. الان الشعبه راهي يعني كما نقولوا تعاني معاناه كبيره. نعم خاصه سيد من ناحيه نعم سيد قدوم، في هذه النقطه من تاثر اكثر بهذه الأزمة؟ يعني ما هي خطوط الإنتاج التي عانت من نقص قطاع التركيب وأزمة في المبيعات باختصار؟ هي شوفي الأزمة أثرت يعني من نقدر نقسمها إلى ثلاث. تأثير الأزمة كان مقسم إلى ثلاث أو أربع محاور. المحور الأول هو ضعف القدرة الإنتاجية لعدم وجود يعني هذا المكونات سيكاد والله المواد الأولية. النقطة الثانية والله المحور الثاني هو يعني كثير من المتعاملين الاقتصاديين اضطر أنه يوقف ولو بعد يعني المدة معينة لنسبة كبيرة من العمال. تو ما يخفاش عليك باللي الشعبة الآن الشعبة توظف حوالي 40,000 عامل. نعم. الآن نسبة التوظيف هبطت إلى ما يقل عن 32,000 عامل، وما زالها راح تزيد اكثر. هذه علاش؟ لانه المتعاملين الاقتصاديين ما قدروش انهم يواجهوا هذه الازمه، وخاصه الازمه هذه اللي زادت تفاقمت بازمه كورونا. والحاجه الثالثه، المحور الثالث هي انها اثرت كثير على الاسعار في السوق. الاسعار في السوق ولات يعني زادت على اقل تقدير زادت بحوالي 30 حتى 40%. نعم 40% راجعه الهدفين، يعني نزيد نكمل هذه النقطه فقط، راجعه السببين. السبب الاول هو يعني بعض الضرائب الجديده، من بينها الضريبه على عن النجاعه الطاقويه، وهذه احنا عندنا فيها راي كبير، وربما ان شاء الله اذا سمعتنا الحكومه ربما نمد راي اللي راح يكون في مصلحه الاقتصاد الوطني وفي مصلحه المستهلك الجزائري وحتى في مصلحه المتعامل الاقتصادي. والنقطه الثانيه هي تدهور الدينار وتدهور قيمة الدينار. والنقطة الثالثة هي عدم وجود المواد الأولية، وبالتالي السوق تاعنا يخضع لقانون العرض والطلب. نعم 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 سيد قدوم، مدى عن الطلب المحلي هل ما زال قويا على الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية مقارنة بالسنوات الثلاثة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي ذكرته الآن؟ والله هي يعني هي عباره عن حلقه مفرغه، يعني اذا ما قدرناش نظموها مليح راح يعني كما نقولوا راح نطيحوا في انسرك الفيسيو، ومالوريزمون رانا دخلنا فيه. اولا القدره الشرائيه تاع المواطن تدهورت كثير، والان المواطن الجزائري الاقتناء تاع المواد ولا دو بلوزون في لوكس. الحاجه الثانيه هو انه هذه المواد زادت في الاسعار كثير، ولما زادت الاسعار
زادت في تدهور القدرة الشرائية. والحاجة الثالثة لما ما يكونش فيه بيع وما يكونش فيه كما نقولوا قدرة شرائية لاستهلاك هذه المواد، طبيعة الحال أنه المتعامل الاقتصادي ولا المصنع راح يقدر دون اوبليغاسيون دو ريدوير اي دو فير كومبراسيون سون بيرسونيل. وهذا الشيء يحدث عند الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، عند الكثير من لي كونفرير. حنا هذا الهدف والله هذا الوضعيه اللي حابين نخرجوا منها، وحابين نخرجوا منها بنظره اقتصاديه اللي تكون في مصلحه الاقتصاد الوطني. نعم. قبل ما تكون في مصلحه المتعامل الاقتصادي. نعم سيد قدوم، من اين ستبداون اذا تغير نظام التركيب الاسكادي؟ هل تستطيعون التكيف مع اليات جديده قد تفرضها الحكومه عليكم؟ والله شوفي، احنا قمنا باجتماع ل يعني اغلبيه ولا اكبر المصنعين الجزائريين في هذا المجال، وهذا الاجتماع خرج يعني برؤيه، رؤيه ربما ان شاء الله احنا نتمنى انه ربما الحكومه تسمع لنا بالرؤيه تاعنا، ربما الحكومه تاعنا بيرس انسبيري من الافكار اللي راهي عندنا. الرؤيه اللي عندنا هي عباره عن رؤيه شامله ورؤيه احتوائيه وغير إقصائية. يعني ما هذا هو المبدأ الأساسي في هذه الرؤية، أنها تكون رؤية تكفي المتعامل الصغير وتكفي المتعامل الكبير، الكل عنده مكان في هذه الرؤية. الرؤية اللي قمنا بها هي أننا في دفتر الشروط الجديد إن شاء الله اللي راح يخرج، أولا الحاجة الأولى نحيي رئيس الجمهورية والحكومة اللي راح تعمل على تطوير الإدماج بطريقة ذكية وبطريقة استراتيجية، وين ينفع تنفع الصناعة وتنفع الاقتصاد الوطني وتنفع حتى الشعبة في حد ذاتها. هذه كلمة لازم، كلمة الحق لازم نقولها، أنه الحمد لله بكا كاين حكومة وكاين رئيس جمهورية اللي يحب يطور الصناعة في لو بون سونس دو لا شوز. النقطة الثانية هي أنه هذه الرؤية راح تسمح لنا باش نزيدوا في الإدماج، نسبة الإدماج بطريقة منتظمة بطريقة جد ذكية، وراح نزيدوا في نحافظوا على مناصب الشغل. والهدف الرابع هو أننا نخرج من السوق الجزائرية إلى أسواق خارجية واعدة. هذه نعم. يعني أهداف من هذه الرؤية. نعم سيد قدو، ماذا عن دفتر الشروط؟ ما الذي تريدونه أن يتغير في دفتر الشروط الذي سيصدر قريبا؟ هي ربما نقولوا رؤية ولا نقولوا اقتراح ولا نقولوا مجرد يعني تخمين. هي دفتر الشروط احنا ما عندناش حتى فكرة على دفتر الشروط كيف راح يكون، ولكن نظرنا إلى دفتر الشروط اللي يخص صناعة السيارات. هذا الدفتر إذا هزيناه اون لاكالكي سور لاندستري الكترونيك الكتروميناجي راح يأثر بطريقة سلبية. علاه؟ لأنه صناعة السيارات وصناعة الأجهزة الإلكترومنزلية ما عندهمش علاقة، عندهم نفس الاسم سيكادي سيكادي، ولكن سيكادي تاع الإلكترونيك إلي كومبليتومون ديفيرون بارابور سولي لاندستري أوتوموبيل. دونك لهنا واش اقترحنا حنايا؟ حنا نقترحوا أنه نخرجوا من لو برانسيب ولا المبدأ تاع أننا نديروا معادلة لنحسبوا بها لطول الانتيغراسيون. المبدأ آخر هو أننا أي جهاز إلكتروني ولا كهرباء منزلي نديروا فيه نقسموه إلى عدة مكونات، من المكون الصغير تاع المادة الأولية إلى المكون الكبير اللي ربما يولي أن كومبوزون. هذا اللي يكون سوزونسومبل. المكونات قسمناها إلى خمس فئات، إلى تسمحيلي أعطيني برك 30 ثانية نشرح الفئات الخمس. قسمناها إلى خمس فئات. الخمس فئات كل وحدة والمستوى تاع الإدماج تاعها. في الخمس فئات كل فئة عندها ضريبة جمركية اللي تقابلها. إذا أخذنا على سبيل المثال الفئة الأولى والفئة الثانية، الفئة الأولى هي فئة المواد الأولية، الضريبة الجمركية اللي تقابلها كما جات في نص قانون المالية التكميلي هي 0%، دونك ما عندهاش ضريبة جمركية. الفئة الثانية هي فئة تاع مكونات اللي من المستحيل أننا نصنعوها في الجزائر. جو سيت أتيت ديكزومبل الميكرو بروسيسور ولا إن ميموار، هذوما من المستحيل باش نصنعوه في الجزائر، ومش عيب اننا نقولوا هذا نعترف بهذا الشيء لانه هذه هي الحقيقه. العالم كامل يشتري الميكروبروسيسور، يشتريه من الصين ويشتريه من امريكا. دونك مانيش راح نزحموا هذه الدول باش نصنعوا معهم هذا لي كومبوزون، ومش من مصلحه الاقتصاد الوطني اننا نروحوا في تصنيع هذا الشيء لانه لا مسحمه تاعو اسي ديفلوبي.
دونك الفئه الثانيه هي فئه مكونات اللي مستحيل باش نصنعها في الجزائر، هذه كامل ثاني درناها مع فئه كامله 0%. الفئه الثالثه هي فئه مكونات اللي ما راهش تصنع في الجزائر، ولكن نقدر بنا على عامين ان شاء الله نطوروا التصنيع تاعها. هذه اللي هنا الاقتراح تاعنا اننا نبداوها بضريبه جمركيه ميسره اللي هي 5% وبعد 24 شهر. نعم سيد قدوم في هذا نعم سيد قدوم في هذا النقطه، لماذا لا يعمل المصنعون في الجزائر على صنع قطع قطع التركيب اقول حبرة، انشاء شركات صغيره متخصصه او دعم شركات ناشئه اخرى بدلا من استيراد كل المكونات؟ والله ما سمعتش السؤال، اذا ممكن تعوديه من فضلك. لا يعمد المصنعون في الجزائر على صنع قطع التركيب عبر إنشاء شركات صغيرة متخصصة أو دعم شركات ناشئة أخرى بدلا من استيراد كل المكونات. المصنعين الجزائريين احنا فتحنا باب المناولة. باب المناولة لازم يكون ماشي باب اللي نتعامل به من باب السوسياليزم كما نقولوا. باب المناولة لازم يكون باب اقتصادي محض 100%. الكل لازم يكون كما نقولوا ناجح، ولازم يكون الكل يكون مستفيد من المناولة. اللي يخدم في المناولة راح يستفاد، والمصنع الجزائري راح يستفاد، والاقتصاد الوطني راح يستفاد. هذا الباب احنا فتحناه في اطار الرؤية اللي مديناها، وفي اطار الاقتراح اللي رانا حابين نمشيو به. هذا الاقتراح نظن باللي راح يفتح باب واسع للمناولة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. نعم سيد قدوم، كيف ترى السوق في 2021 وهو المستقبل لهذه الصناعات سيد قدوم؟ والله هذه فعل مرضية يعني سبحانه. السوق يعني والله هي الاقتصاد الوطني كامل يعيش يعني أزمة كبيرة، ولازم نكونوا واعيين لهذا الشيء، ولازم يكون عندنا وروح وطني اننا نبنيه كامل ونمشي في اتجاه واحد هو اتجاه بناء الاقتصاد الوطني. بالنسبه للسوق ما والله ما نقدرش نتنبا انا السوق كيف راح يكون. السوق اول حاجه راح يكون مربوط بها هي هذا دفتر الشروط ولا القوانين الجديده. اذا كانت قوانين في مصلحه تطوير الصناعه السوق ان شاء الله راح يتحسن وراح يكون من الحسن للاحسن. اذا كانت قوانين اللي ربما راح تكون مجحفه راح تاثر كثير على المصنعين، وإذا أثرت على المصنعين راح تأثر حتى على نسبة العمالة ونسبة التشغيل، وإذا أثرت على نسبة التشغيل راح ندخلوا في حلقة مفرغة أن سيركل فيسيو اللي راح يأثر على القدرة الشرائية ويأثر على توفر الإنتاج ويأثر حتى على الأسعار. وبالتالي يعني كما نقولوا احنا في يدينا بين يدينا الآن صناعة الحمد لله اللي نفتخروا بها. إذا كان هذه الصناعة فيها ما يعاب معليش ماشي عيب، كما يقول لك جل من لا يخطئ ورحم اللهم لان اهداني عيوبي. العيوب هذا ان شاء الله نعاودوا نونسر اطراف ونسقموهم ونروحوا كما نقولوا بطريقه مشتركه بنظره مشتركه، وين يسمى المتعامل الاقتصادي يكون التفكير تاعو يكون الرؤيه تاعو ماشيه في اطار اقتصاد الوطن. نعم هذه يعني الفكره العامه اللي نقدر نقولها. بالنسبه للتنبؤ 2021، 2021 راح يكون عام صعب، ولكن ماشي صعب على الجزائر فقط ولا الحكومة الجزائرية فقط ولا المتعامل الاقتصادي الجزائري فقط، هو عام صعب حتى بالنسبة للقوى الاقتصادية العظمى. والآن رانا نشوف يعني القوى الاقتصادية سواء أمريكية ولا أوروبية ولا روسية ولا هذاك راهي تعاني كثير. والحمد لله أنه احنا ربما نسبة المعاناة تكون ربما نعم السيد جمال قدوم المدير العام لشركة إيريس وعضو التجمع الجزائري للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، عودة إلى الزميل عبد الغفور. شكرا نادية. مشاهدينا الكرام ظاهرة نيوز متواصلة، بعد فاصل تلقاكم وسيلة جارون في المحلية.